طبعا مع درجة الحرارة مرتفعة بتوصل لـ50 أو توصل لـ45، النحل طبعا ما يقدرش إن هو يعيش في الأجواء الحارة دي. فبنقدر إن احنا نتغلب على الموضوع ده إن احنا بنحط النحل تحت مظلات، وفي نفس الوقت بنعمل بخاخات مية، وغير كده كمان قدرنا إن احنا نعمل سلالة تقدر إن هي تتغلب على الحرارة في دولة الأمم المتحدة، اللي هي الخاصة بالجينيتكس. قدرنا نختار الجينات اللي في النحل اللي تقدر ان هي تخلي ملكة النحل تعيش في الأجواء الحارة.